أحبائي المشاهدين، أحب أشارككم النهاردة بفكرة عن الصلاة. الصلاة موضوع حيوي في حياتنا لأنه يحوي صلة بيننا وبين الله. إزاي أفهم الله ما لم يكون في صلة بيني وبينه؟ نفس الشيء، إزاي يصلي فكره وخطته والاستراتيجية بتاعتي من عنده من غير ما يكون في صلاة؟ الكتاب بيقول أما أنا فصلاة. ده اللي تعلمه داود في حياته، أنه هو نفسه صلاة، يصلي كل الوقت، لأن في الصلاة في اختبار لحضور الله، في الصلاة في تواصل بيني وبين الله. تلاميذ شافوا كتير من معجزات المسيح، شافوا تعليمه، شافوا معجزاته، شافوا عجائبه، شافوا سلوكياته، لكن قالوا له حاجة يتعلموا منها، قالوا له علمنا كيف نصلي، لأنه شافوا أن الصلاة هي مصدر القوة، الصلاة مصدر المعجزات، الصلاة مصدر تسديد الاحتياجات. كان يسيبهم ويطلع طول الليل كان بيصلي، كان في صلة بينه وبين الآب. الصلاة مهمة في حياتنا، الصلاة زي ما حد قال زي الأكسجين بتاع الحياة، ما تقدرش تعيش من غير أكسجين. نفس الشيء، لو أنت رجل لله، لو أنت ابن حقيقي لربنا، محتاج في كل وقت يكون في صلاة، كونكشن بينك وبين الله. وقف بطرس في وقت صعب، خده هيرودس وحطه في السجن، لما لقى أنه لما قتل يعقوب ولقى أنه ده يرضي الشعب، خد بطرس وحطه في سجن. يقول عنه كتاب 4/4 من العسكر حطه في داخل هذا السجن. بس الكنيسة كان بيصير منها صلاة متواصلة بلجاجة. لما تمر بظروف صعبة صلي بلجاجة. عدى الملاك قوم بطرس، عدى أول أربعة، بعدين تاني أربعة، بعدين تالت أربعة، رابع أربعة، 16 عسكر موجودين. حواجز ملهاش أول من آخر، جبال ملهاش أول من آخر، حوائط ملهاش أول من آخر، بس الصلاة كسرت ده كله، وطلع بطرس للشكل اللي كان فيه متخيل إن هو في حلم. الصلاة تخلي الأمور اللي هي مستحيلة تكون ممكنة، بس الله عاوز يسمع صوتك، الله عاوز يتكلم معاك، يمكن يسمح بشوية ظروف صعبة عشان ترجع في الآخر وتقول له يا بابا، يقولك أنت مستنيها من زمان دي، أنا عاوزها من زمان دي، عندي كلام عاوز أقوله لك، تعالى وحكي معايا شوية. الصلاة بتعمل معجزات، تصنع مستحيلات. افتكر قصة لدكتور مشهور اسمه داشان. دكتور ده من كتر شهرته فحبوا يكرموه، عملوا له جايزة عالمية وحددوا معاد لمؤتمر لتكريمه. حجز تذكرة طيران وسافر، وهي الطيارة في الجو سمع تنبيه انه في عطل في الطيارة. نزلوا وقالوا ان العطل ده هيتصلح ياخد 10 ساعات. فهو كان مستعجل وقال لهم انا مستعجل، انا عندي مؤتمر. فقالوا له المكان الفلاني اللي انت هتروحه ده هتحتاج فيه عربية توصل بعد 3 ساعات توصل المؤتمر بتاعك. فقال ده معقول، الحق. خد عربية، وكان ليل، وهو في السكة كان في عواصف شديدة جدا، للشكل اللي فيه كان في خطورة انه يكمل. ولقى بيت فركن جنبه وخبط في البيت عشان يحتمي في البيت ده من كتر العواصف اللي كانت موجودة. فتحت له ست كبيرة وقال لها ممكن بس اقعد الوقت البسيط ده لحد ما تخلص العاصفة وارجع تاني. قلت له تفضل يا ابني. ودخل قلت له خد وقتك، اعمل شاي، اعمل قهوة، خد وقتك، هنا عشاء عاوز تعشى، خد وقتك. ولأن ده كان من زمان، الست سابته ودخلت وركعت على سرير وقعدت تصلي. راجل سمعها وهي بتصلي بشغف وبشدة وبإلحاح، اتأثر جدا. وبعد ما خلصت صلاة قال لها يا ست انت صلاتك دي قوية جدا، مش معقول، أنا ما شفتش حد بيصلي بالشكل ده. قلت له بصي يا ابني، ربنا بيسمع مني كل الصلاة اللي بصليها ما عدا صلاة واحدة بس، انه الطفل اللي موجود قدامي ده وديته لكذا دكتور، قال احنا ما نعرفش حالته ايه بالظبط، بس في دكتور عالمي مشهور اسمه داشان، والراجل ده جاي فممكن تروحي له. بصلها كده وقال لها يا ست بتقولي ربنا ما سمعش ليك الصلاة دي، ده انت صلاتك وقفت للطيارة، صلاتك عملت زوابع، صلاتك جابتني هنا هوت، دي كلها الصلاة تعملها، انت بتصلي بصلوات قد تبدو بسيطة
لكن بتعمل معجزات، بتغير المستحيلات، لأن صلاتك مهمة، الله عاوز يسمع صلاتك. عند الله خزين مذهل، بيقول لك أطلب وأنا أديك، كلم معايا عاوز أسمع صوتك. لما دخل الشعب وقفوا قدام بني عراق وهم لسه كانوا طالعين من أرض مصر، موسى قال أنا عارف الحل فين، طلع على الجبل رفع إيده، وكان كل ما يرفع إيديه الشعب ينتصر، كل ما ينزل إيديه الشعب بيتهزم. يشوع كان تحت بس موسى رفع إيده. مش بس الخدمة تكفي، لكن لابد من فيه رفع أيادي. مش بس الوعظ هيكفي، التعليم هيكفي، الكرازة هتكفي، لابد من رفع أيادي، لأن فيها قوة مؤثرة للنصرة وللغلبة ولحصد الثمار. مهم تبقى مرفوع على الأيادي، ولما ترفع إيديك هتلاقي في يد من السماء نازلة تحط إيديها في إيديك ولك دلوقتي أعمل بيك عجائب، دلوقتي أغير الوضع الصعب، دلوقتي أنت فهمت أنا عاوز إيه، دلوقتي تختبر قوتي تنزل من خلالك وتغير أوضاع مختلفة، دلوقتي أبارك بيتك، دلوقتي أتصرف بشكل مختلف في شغلك. صلي للرب، نصلي كل حين زي ما السيد بالضبط كان عامل، يصلي كل حين في كل الوقت. محتاجين نرجع تاني مخدعنا ونغلق الباب، نصلي لأبونا الذي في السماء. ربي يباركك. أمين.